اخرتها معناها في مجموعه فيها موريتانيا سوريا والامارات، نستناو اخر ماتش ان باش نترشحوا للدور القادم. ترى عندنا في تونس مدرب يستخايل في روحه ليبي، مدرب ربح موريتانيا 5 سي يستخايل روحه، عنده اقوى جمعيه اقوى منتخب وكوبا راه في الجيل. فيديو اللي قبل الماتش نبهت وقلت كل ماتش وماتش ويه ماتش موريتانيا تعدينا ربحنا في 5 يعطينا صحة، جونا به ماتش سوريا راهو ماتش آخر جملة واحدة اللي متقايق الوالة جوارات داخلة زي الثقة مانيش عارف أنا شبيهم، خاطر الماتش عملوه ماتش هذا ماتش فضيحة بأتم معنى الكلمة، كأداء كردة فعل كريت حب عليه انتي ما عملنا شيء ضايعين. نرجع لك خويا زي الثقة، تخلنا خويا زي الثقة سيفرجاني يستخيل روحه وشافي في الوسط ولا ينيستا في عقله يدور ويخمن وحده، لا حتى ملاعب يربش بريسي عليه لا حتى شيء. تتفكروا كورة ما أعظم من سيفرجاني كان سي فاروق بن مصطفى على الباراد اللي عمله على الرفليكس اللي عنده نقبلوا بونتو في 3 دقايق، بونتو كنا نجمو ما نقبلوهوش. فرجاني ساي فرجاني راهو هكر او فرجاني هكر او فرجاني هكر او كل ماتش يعدلك ماتش باهي وخمسة خايبين، ماتش باهي وخمسة خايبين، الخمسة الخايبين يعايفك في روحك. فاروخ نفس الحكاية تقول فيه كلمة باهي دز معها شوية يجيك في طرح اللي تستحقه فيه تتجمعية بيركة فوف يدخلها في حيط حتى هو. وليه انت تقول بعد البونتو صارت حاجة ولا صارت رد فعل وعلى المدرب فاق اللي راهي الحكايه ماهيش ماشيه من 4 ساعة الاولى وعنده برشا مشاكل وسوريا واقفه مليح ومسكره مليح وتكتيكيا كانت خير منا بالف مره، قلت ايش عم رده فعل تصير حاجه كور هكاك كما جيت جيت ريت كما تعرف تكور كور ما يهمكش الباقي، دور كوره خويا من جهه دورها لجهه وما توصل للديفونس كان ما تموت غادي، خاطر سيفه رزن في الدفاع متاعنا ما عندك حتى فكره، مريح وشعلالي نتاع يدور ساعة فرد بلاصة بعد هاتي باس ثم 20 ثانية ضيعهم في باس بركة جمعية الأخرى على كل ما تبدل كورة كل ما البلوك بتاعها يتحرك كل ما يسكر عليك كل ما يخليلك حتى فجوة، وبتبيع هاد كي جمعية مسكر عليك تقول انت فما حل ولا باش تلقى حل ولا فما حاجة ليه، ما أعظم من الحكاية هذي الكل كان جواريتنا اللي ضايعين القدام فمش لعب اللي جيه كورة عنده يدز ويجري وكاهو ويسنتر روع 10,000 سنتراج صار ولا سنتراج فيهم ربحنا منه حاجة لا سنتراج منه عملنا بيه حاجة، أقوى سنتراج برجولي يبقى في هذا الكل هو سنتراج الروج فخر الدين بن يوسف اللي عاونه في الشوط الأول كورة في الجرادان كان يلعب في البيسبول راح حسبوا له 1 بوان سي بون همران سجوه به 6 زيت زيدوا مع عدد 60,000 كورنير اللي كالعادة ما كيما ديما عملنا بهم شيء فمش خدمة سنتر وش عليك في الباقي طبعا حتى يطلع بالراس يضرب وكهو فماش كومبينسون تخدم فما شيء اللي يجي عنده سنتر هاو بالعربي هاو حنا بعض كل مره واحد يفهمي سنتر قولي ترني وجرب هكاك رين الجارديان تاعهم هذاك اش عملنا لا كورنير عملنا بها حاجه ولا فوت عملنا بها حاجه تو جمعيه ميتو فماش لعبه على الاقل الفوتات واللي كورنير استغلهم جيبهم بونتو قولي جمعيه مسكره مليح اي جمعيه مسكره مليح استغل لي فوت اللي جيوك اكيد راهم شغلتو اكيد راهم يعملوا غلطات راك تجي ماركي منها بونتوات جاونا فرص كالعاده ما نعرفوش نماركيو ما عرفنا نعمل شيء تروح اليوم جوار تتفرج ضايعه ماش فيها ما شيء هكا تكور عندها ماتش ثاني في كوبا راب وكها وروح على روحك ابقى الماتش الثالث حصر وجري وقد وتحت بريسيون انك تترشح للتور اللي بعده واللي فاتك اغرب 20,000 شوطه على الكاش 4 بركه كادري زي المدرب اللي يحكي لك على الستات ويقول لك ساتستيك وترشني ورابحين وعن نسبه امتلاك كوره ركز لي على الحاجات اللي لازم تركز عليها حكايه الفارغه اللي تحكي فيهم كل مره في كل بلاتو حطهم على جنب طيشهم وراك خاطر المنتخب اليوم يا عايف خاطر المنتخب اليوم ما عادش خليك تفرج فيها الكوباراب سي ما عادش خليك تجع المنتخب نتاعك خليك خويا موتر ريت انا ساي اعصابي فاتت الفوت مع بالحق واحد ما عادش فلقت راهو شيء يقهر اليوم راك تشوف منتخب بالملاعبيه اللي عنده هضم ويكور هكاكا قول على دنيا السلام سوريا تلعب اغلب جوارات دوزيم ايكيب احسن جواراتها ما جاوش على عمر السومه على عمر خربين وليست جوارات اخرين ما جاوش على المنتخب تصور كان جاو موجودين انت شنو باش يصير وليه ليه ليه ديما تتقال الحكايه هذه اذا لعبه ميته فمش لعب اش تعمل حس مخك اللي مدربنا شني اول حاجه ياسين طايش القدام غيلان طايش القدام تجزيري يجري اتاو في راس بالعربي يجري اتاو حنباع يجري اتاو يجيب اتاو يحاول يا معلم فما لقطه ريت نعيم ستيتي يدز ويجري كذا الديفونسوريت معاه حد معاه القدام وحده داخل في وسطهم جزيري كيف كيف حنباع كيف كيف كيفاش باش تربح هكا شنو باش تعمل هكا اذا انت كونتر سوريا عملت هكا ملا كونتر الجزائر ولا المغرب ولا
شنو باش تعمل؟ اعطيكم الصحة، انا شاركنا في المسابقة خذينا الطفطوفة فلوس وانا مروحين كهو جانو سادة زيتة، راهو من الاول انا حكينا راهو فما برشا نقايص، راهو هكا راهو هكا، انت عارف روحك وقلت راني نعرف جروبي كيفاش نجاري ونعرف كيفاش نريق اموري اوكي، اما راهو ريت مازال الكلام في الثنية، معناتها ريت هذا الكل مقيد. لا تقول لي راه عندي اوبجيكتيف وصلت له، وصلت كارد فينال ولا دمي فينال ولا حتى شيء، وصلت خويا عندك جروب راهو يوصلك لبعيد، تحكي ليش لغة وصلت، احكي لي لغة قاعد نكور قاعد نربح وجوي ستة زيد اقوى من الكل. ومن بعد بونتو يضحك له اللي قبلناه، نزيدو نقبل بونتو اخر يضحك من جارديان تاعنا اللي داثر في الكورة، طاح مركا بونتو ثاني في وقت عاد شي يدوخ، والله شي يدوخ كثر الهم يضحك اقسم بالله. اما اكثر حاجة الضحكة اللي هو شانجمون اللي عامله منظر كبير، كيفاش خرج الجزيري وهبت بلاست اوف جير ما عنده حتى تاكون بوانت، حتى لمسكني بونتا يا ربي يا ربي، علاش هك علاش هك علاش علاش طيح لنا مدرب كيما هذا، علاش كل عام كل كومبيتيسيون تجيب لنا مدرب اعظم من الاخر، علاش علاش اش عملنا لكم يا فيديراسيون، يا اش عملنا لكم عليه، راه مدرب بالحق راه مرض التوانسه الكل وجلط التوانسه الكل وعمل في التوانسه الكل اللي ما يتعملش، راه معامين معاه عذاب عذاب والله عذاب، راه لا لعب لا فرجة لا كورة لا حد شيء، ماتش اللي نفحوه بسكور ليت الماتش اللي بعده نعديوه حموم. موريتانيا ما نجبت نحكي عليه ماتش على خاطر جمعية ميتة ماش موجودة من فيا ما عندها شيء، تعب على الاخر ربحناها بسكور كناش نربحوها بسكور اكبر، اما ماتش سوريا اللي انت عارف اللي سوريا خسرة ماتش الاول واكيد الماتش هذايا عندها هي ماتش مصيري نتاع يدخل لك راي للسماء مورال والجوارد داخله بقلي مخك يقف، اللي انت لازمك تحضر جوارتك مورالمون، ما تحسبوش روحكم اللي سوريا خسرت ماتش الاول معناها الماتش هذا تجي راه تخسر معاكم، موريتانيا خاسره بالسيف كونتر الامارات معناتها راه ماتش في الجيب، ما تعبوش روحكم جوارد داخله كيكا تتمشى دز في كوره كيما جات تقول داخله سي بون كاليفي وجوا ستة زيت ومريقلين وحفالي، معناها اش حاب نقول لك سوريا خويا تكتيكمون المدرب نتاعها حضر الماتش نتاعو كيما يلزم، قرا مليح المنتخب عرف كيفاش يتصرف، عرف نقاط ضعف المنتخب نتاعنا اللي ماهمش قاعدين يتصلحوا، ربح الماتش نتاعو مبروك عليه. نحن سيمون ذاك كبير مازال يغلط ومازال قاعد خويا على راس المنتخب التونسي ومازال مطول، تصور اذا ما شفت هكا يخسرهم من الافلكان شنو باش يعمل، تصور انت والله اللي الله لا يقدر كان مشى المونديال اه يا ربي اه نعم بالوقت وكهو والله نعم بالوقت، الدنيا خويا عطاتو لين ما عادش، لا تقوليش لا مدرب لا وعمل ديستات يدوخو يا معلم، راك لاعب 8 ماتشوات بين موريتانيا وليبيا اش تحكيلي اللي زوز منتخبات اللي ذاك اللي موجود ما عندك ما تعمل كوتر منتخبات الكبار ما تحال ما تكلمش ما تخرجش ماتش غير الاستوائيه ما تكلمتش، اما مات زامبيا كي ربحت خرجت وليت تحكي منتخب ومنتخب وتجاو في العباد، قلنا الكلام من اول مره من شديد المنتخب مدرب تكتيكيا ضعيف، لا تقولي لا عندك شهيد ومشهيد ومشهيد، هذي ناس كل متفقين فيها مدرب السي في نتاعو ميلان ليتوال كلوب ليسبيرونس تراشكون وبنزارت، اما حاجه الوحيده اللي هزها في كاريرك كامله هي كاس تونس مع النادي البنزرتي في فينال كونتر مستقبل المرس، هذاك التيتر الوحيد في كارير من عام 97 وانت تريني ودي تحكي لي تقول لي انا مدرب عندي خبره كبيره وما خبره كبيره، انا خبره وانا خبره خليني بالله نعم بالوقت وكاو والله نعم بالوقت والله والله ما ماتش اليوم مرار تعديلي عايف ما نجمتش الحق ما نجمش نحكي كوره ما نجمش نعمل كيف وما نجمش نشيخ هكا في الفيديو ونبدا نحكي وفرحان وعاتي ما عندي والسماء فرحة عندي ما نجمش بالحق والله ما نجمت خاطر ماتش اليوم شي عايف فرجاني وسليتي وفاطل مساكني من بعد كل جوارت الكل الروج غيلير كل على بعضه طيح مرفوع، قلنا الكلام هذا من قبل الفيديو ما تقول ماتش اليوم قلت راهو منتخب سوري راهو لازمك تحضره كيما يلزم لازم تقراه تعرفوا على شنو يمشي على شنو يجي مش هكاك داخل زاد ما هكاك ماك في بالك بشي في بالك منتخب ماهوش في حضر ماتش نتاعو بالك حومه هي في بالك عندك جواريت تعمل عليهم تجيبوا لك الطرح هكاك من السماء خايب ولا مش خايب تهم يربحوا ينعم بالوقت هكاو قلتوها بار هذا ما عندي ما نزيد نحكي معاك
صحيح خاطر ما عادش فيها. ما تنسيش انك تابعنا على الفيسبوك وعلى انستغرام وملتقانا في الفيديو الجاي. في الامان.